عمري قليت الأدب معها عشان كذا هي تحبني. نودي أنا أخاف عليها زي واحدة من أهلي، أشهد الله عليك، لأنها صغيرة في السن وعلى النية وعلى الفطرة وتخاف علي صدق يعني، وما لو أدور الدنيا ما ألقى واحدة يعني زيها يعني، يعني في طيبتها يعني. كم لك تعرفها نودي؟ كان 4 سنين. 4 سنوات يعني يوم كان عمره 16 سنة أو 15 سنة. ما أدري والله. الحين تقول عمره 20. والله العظيم الذي أنزل القرآن لا عمري صح أني سمعت صوتها مضافة عندي سناب، بس ما عمري قلت افتحي كام أو تكلمت كلام إباحي أو وصاخة أو أوكي يعني عمره 15 سنة وأنت كم عمرك؟ 39 سنة. شلون تكلم واحدة عمرها 15؟ البنت يعني أول ما أفتح بث تكون آدمن عندي، البنت لما مثلا يعني تحب بثي. تعتبر فانز لي وفي بس ما دخلت حبتك صغيرة بالعمر يعني ما أدري أنا إيش دخل ما نبي لي أمرها وش العلاقة اللي بينكم ما في أي علاقة يا أخي علاقة يعني فانز محب فانز وفي بالعربي فانز وفي طيب. يعني لو تعطيها 1,000,000 ريال تقول أقدر ببرستيج تقول ما ترضى إيه بس كلامك قبل شوية تقول أي واحد بالمال ينغصب على الحاجة يا أخي زي ركن بالله لو يجيني واحد يا عايض شلون تضرب مثل على ركن لكن ما تضرب على نودي طيب دقيقة عايض أنت صديق لي في البرنامج من سنوات لو يجيني واحد يدعمني ب3 مليون ويقول سو في الدولة ما أدري وش طلع وبين وبينك أسرار بطلعها والله ما طلعها ترى الناس ما هم زي بعض ترى طيب برستيج هل برستيج يستقبل هدايا من معجبات وش أغلى هدية جاتك من معجبة في ساعات سويسرية فيها مبالغ مالية أعلى مبلغ عرض لي 32,000 وعرضت لي وظيفة شلون عرض عليك 32,000 كمل كلامي في واحدة طبعا كانت تدعمها ابو جلنب والله يستر عليها كانت مدعمين ودعمت ركن قالت افصل من وظيفتك تعال عندي في الشركه ولك سكن 15 سنه ولك سياره ولك مرتب 13,000 وحولت لي 32,000 وحولت لي زياده عليها 2,000 ورفضت اني انا اعمل يعني الكلام هذا في جده نعم الكلام ذا قبل كم الكلام هذا على ايام ما كان يبث ابو جلنب نعم سيدة أعمال نعم سيدة أعمال ودعمة كبيرة نعم ما شفت منها إلا كل خير ويعرفها أبو جلنب ويعرفها ركن طيب وش سر علاقتك في الفترة الأخيرة مع يوشي؟ طلعت قست عند نواف السبيعي التقيت فيها بالصدفة البنت قلبها طيب طلبت مني الإضافة أضفتها بينكم علاقة قبل قستك من يوش ولا يوشي يوشي لا يوشي ونعم والله والله بالعكس أنا من الناس اللي أحن عليهم يعني أشوف يوشي أكثر شخص يتنمرون عليه يوشي بالعكس أنا معها قلبا وقالبا يعني أنا والله أني أحن على التنمر اللي هي تعاني منه وتشوفه ولكن حسب الله ونعم الوكيل وش سوت فيك البنت محترمة يا أخي وبعدين عقلانية ما تطلع الكلمة لتوزنها تثمنها تحللها عقلانية جدا شلون كيف حكمت عليها أنها عقلانية من أسلوبها يا أخي غير الأسلوب كلنا عنده أسلوب ترى يا أيوة حوربة تنمر عليها يعني ولكن الله عطاها يعني كل الناس حوربة أنت إيه بس الله أنت حوربت أنت فتحت عائلة والله كرمها يعني عطاها على نيتها إيه بس في مشكلة بينكم اذكر لي المشكلة أنا ويوشي أنا طلعت كانت إيه؟ تلعب معي ما بيننا شيء يا أخي إيه بس أنا لا في مشكلة تكلمت فيك في بثها
لا زمان قلت لها وش تشربين يعني فهمتني غلط بس وانا على نيتي طيب يعني اتفلت اشهد الله نية حسنة يعني اتفلتي اي واتفلت عليك لا انا فيني عند يعني ما لا ما في مقطع زي كذا ما في بعدين انا في اسلوب الاذاعه مثلا احد يتفل علي اقرب جنب الشاشه واعطيه على طول كذا اخليه عشان التصوير كيف تعطيه يعني مثلا يتفل علي الان اقرب جنب الشاشه دايركت كذا في لمح البصر اتفل عليه يعني سريع يعني في لمح البصر من حيث لا من اتي من حيث لا يعلم طيب سألت السؤال وش تشربين هل نيتك عفوية أو أنت تقصد شيء ثاني أيوة يعني أخذ حقي في لمح البصر على طول من حيث لا يعلم كيف يعني ما فهمت عليك سألتك سؤال الله يكرمكم جميعا الله يكرمكم عيد السؤال تفضل سألت السؤال وش تشربين نيتك عفوية أو مخرج ثاني او نقول معنى اخر اي قلت لها يعني او يمكن بحس... شايف عليها شيء قبل لا بحس اني هي كانت تمص عصير قلت لها وش تمصين شنو العصير بس يعني فهمت غلط تمص انا بحس اني كيف تمص بالعصير ما يمص يا برستيج الا مزاز اي بس ما يمص العصير يا الا كذا ينشفط يمص العصير اي ينشفط بس ما يمص طيب شفت هو المص يعني لا يختلف الله يسلمك لا هو نفس الشيء ما ادري اذا انت العصير تمص عندك هذا شيء ثاني مصور كلكم وكلنا وكل موجودين كلنا مصينا عصير وشفطنا عصير شفطنا لكن ما طيب مصينا خلاص يا اخي ليش تدقق طيب تفضل لا اكيد انت لازم من كلامك يعني محسوب عليك مصور يا اخي هو الشفط زي المص نفس الشيء هي بس عشان الناس ما تفهم غلط بس طيب في تحدي سابق بينك وبين سعود القحطاني طلبت من سعود 30% من الدعم ومن تارجت سعود